إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب تدني مستوى الحياة الطلابية بالأحياء الجامعية، من المنتظر شروعها في العمل في الأيام القليلة القادمة. تقدم مجموعة من النواب بما يخوله لهم القانون ويسمح لهم من صلاحيات، يعني وفي إطار ممارسة مهامهم الرقابية، تقدموا ب طلب إنشاء لجنة التحقيق، وحيلت على لجنتنا لجنة التربية لدراستها بحكم الاختصاص تاعها. اختلالات عدة يشهدها قطاع الخدمات الجامعية رغم ضخ الدولة الجزائرية لميزانية ضخمة سنويا للنهوض به، وحوادث مؤسفة سجلتها الإقامات الجامعية مؤخرا دفعت بالإسراع في إنشاء لجنة التحقيق للبحث في الأسباب وتقديم الحلول. رغم هذه الجهود ورغم هذه الميزانيات، إلا أنه كانت كثير من الاحتجاجات التي تقوم بها الطلبة عدم الرضا في من خلال شكاويهم لنا في اللجنة. رغم النتائج الإيجابية المحققة في السنوات الأخيرة، يبقى قطاع الخدمات الجامعية يعاني من نقائص عدة تتطلب وجود إرادة حقيقية للنهوض به وإيجاد حلول جذرية للاختلالات.